العراق يقوم بطفرة نوعية من خلال الانفتاح الكبير جدا على دولة عظمى وكبيرة جدا مثل دولة الصين، كبيرة اقتصاديا، ونحن اليوم بأمس الحاجة إلى هذه الدولة الكبيرة وشركاتها الاقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي. حقيقة الوفد بهذا الحجم الذي ضم وزراء الكهرباء والمالية والصناعة والزراعة ومجالات مختلفة، أيضا ضم محافظين كبار لعدة محافظات، الهدف منه هو عقد اتفاقيات مختلفة في جوانب مختلفة. اليوم العراق بحاجة ماسة إلى العمل في عدة مجالات من ضمنها المدارس والصحة والتعليم. يتوقع من هذه الزيارة هو عقد حوالي 8 اتفاقيات تجارية، وأيضا من ضمن الاتفاقيات ربما سيطرح عملية إعادة بناء المدن المحررة، وأيضا تفعيل صندوق العراق الصيني.